النهارده ايضا من ضمن الاخبار الهامه جدا اللي احنا تابعناها انه محكمه جنايات القاهره قررت تاجيل جلسه محاكمه عادل حباره و34 متهم من بينهم فلسطيني الجنسيه بتنظيم المهاجرين والانصار الى 17 مارس. هذا التاجيل بياتي في قضيه اتهامهم بارتكاب مذبحه قتل جنود الامن المركزي في رفح ولراح ضحيتها 25 جندي واصيب ايضا على اثرها 18 اخرين للاطلاع وعرض 2 من المتهمين على الطب الشرعي لبيان تعرضهم للتعذيب من عدمه بعد أن أكد المتهمون تعرضهم لهذا التعذيب داخل السجن وأيضا مناظرة القاضي لأجسادهم. هاتفيا بينضم إلينا أستاذ إبراهيم قاسم محرر الشؤون القضائية باليوم السابع. أستاذ إبراهيم أهلا بك. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهم ما دار في محكمة جنايات القاهرة النهاردة. هو بالفعل النهارده كانت محاكمة المتهم عادل حبارة القيادي الجهادي والذي قام بقتل عدد من الجنود المصريين والمعروفة في هذه القضية إعلاميا بأنها قضية رفح الثانية. كان المتهمين حضروا إلى من سجنهم إلى مقر المحاكمة وأكد البعض المتهمين بأنهم تعرضوا للتعذيب داخل محبسهم من قبل القوات التي تقوم بتأمينهم داخل السجن. فطلبوا من المحكمة بعرض هؤلاء المتهمين على الطب الشرعي لبيان ما بهم من آثار تعذيب أو غير ذلك وإعداد تقرير بهذا الشأن وتقديمه للمحكمة في جلسة 17 مارس. وبالفعل تم إرجاء هذه المحاكمة لجلسة 17 مارس لحين قيام الطب الشرعي بالكشف على هؤلاء المتهمين وتقديم تقريره لبيان أو عدم صحة الواقع من الأسف. أنا بشكرك محرر الشؤون القضائية باليوم السابع أستاذ إبراهيم قاسم على هذه التفاصيل لما تم النهاردة في محكمة جنايات القاهرة.